اختر للخير حياتك واستنهض همم النوام، قم حرك أمة مليار فالأمة ترجوك همام، وانشر بين الناس الحسنى واعقد عزمك في قدام، غيرها دنياك لتحياك حياة كبار الأعلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة وموضوع جديد نغير حياتك. إخوتي في الله، ذهب الكثير ولم يبقى إلا القليل، ذهب ثلثا هذا الشهر المبارك العظيم ولم يبقى إلا ثلث واحد. في هذا الثلث الباقي ليلة هي خير من ألف شهر، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم. اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. قم غير للخير حياتك واستنهض همم النوام، قم حرك أمة مليار فالأمة ترجوك همام، وانشر بين الناس الحسنى واعقد عزمك في قدام، غيرها دنياك لتحياك. أذكر نفسي وإياكم بخير وأفضل ليالي الدنيا، أفضل ليالي الدنيا اللي قاعدين فيها العشر الأواخر من رمضان. كلنا نعرف فضل هذه الأيام ومنزلتها عند الله عز وجل، وكلنا نعرف أن الله عز وجل خصص في كتابه الكريم سورة كاملة بهذه الليلة، سورة القدر. يقول الله جل في علاه وتبارك في علياه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إن هذا أسلوب تعظيم يأتي الله عز وجل بصيغة الجمع إن، وهذا يراد به التعظيم لله عز وجل، كما يقول الله عز وجل في الآية الأخرى: إنا نحن نحيي الموتى، ويقول الله عز وجل: والسماء بنيناها. يأتي الله عز وجل بأسلوب التعظيم كذلك في هذه السورة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. شنو هو اللي أنزل الله عز وجل في ليلة القدر؟ القرآن الكريم، ولذلك أنزل القرآن الكريم في شهر رمضان، ولذلك شهر رمضان هو شهر القرآن، ولذلك احنا نهتم بكتاب الله عز وجل في شهر رمضان أكثر من اهتمامنا بغيره. ثم قال الله عز وجل: أنزلناه في ليلة القدر. شنو المقصود بليلة القدر؟ وعلاش سماها الله عز وجل ليلة القدر؟ ليلة القدر ذكر أهل العلم في تفسير كلمة ليلة القدر أو كلمة القدر أن القدر من التشريف، أي أن الله عز وجل شرف هذه الليلة وعظمها، زي ما تقول يعني فلان عنده قدر كبير وشأن عظيم عندي. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر هذه ليلة مشرفة ولها مكانة عند الله جل في علاه وتبارك في عليا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، أسلوب استفهام، ما أدراك ما ليلة القدر، وهذا كذلك لتعظيم هذه الليلة، كما يقول الله عز وجل مثلا في كتابه: الحاقة ما الحاقة، ومثلا يقول الله عز وجل: القارعة ما القارعة، وكل ذلك تفخيما وتعظيما لهذا اليوم وهو يوم القيامة. كذلك هنا أيها الأحباب في هذه السورة قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر،
يكفيك سبحان الله. تتأمل هذه اللفظة، ليلة القدر خير من ألف شهر. لما نجو نحسبوا ألف شهر نلقوها 83 عام وكسر، يعني كأنك تعبد الله عز وجل 83 عام وانت راكع ساجد بين يدي الله عز وجل. أنك تحصل هذه الليلة وتعبد الله عز وجل فيها وتتوفق لقيامها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنك توفق لقيام ليلة القدر مش حاجة سهلة، كأنك تعبد في الله عز وجل 83 عام ومعاها. ولذلك ليلة القدر هي خير من ألف شهر. ثم قال عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة سبحان الله تعظيما لهذه الليلة وتشريفا لها من السماء، تنزل إلينا في سمائنا الدنيا. ثم قال تعالى: والروح فيها. والروح فيها أي جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام هو الروح في قوله تعالى: والروح فيها. تنزل الملائكة من السماوات السبع إلى سمائنا الدنيا تشريفا لهذه الليلة، ومعاهم وعلى رأسهم جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قال عز وجل: بإذن ربهم من كل أمر. كذلك الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لا تعصي الله عز وجل، خلقهم الله جل وعلا لعبادته، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبذلك قال الله تعالى هنا: بإذن ربهم من كل أمر. وحاشا للملائكة أنها يعني تأتي بأشياء من عندها من غير إذن من الله عز وجل. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ثم قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة من عند وقت المغرب وتقعد في سمائنا الدنيا في ليلة القدر إلى طلوع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإدراك هذه الليلة وأن يعيننا فيها لكل ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قم غير للخير حياتك واستنهض همما النوام، قم حرك أمة ميار الفلك. إخوتي في الله، علاش الله عز وجل أخفى ليلة القدر؟ يسأل سائل: شو الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ علاش ما بينهاش الله عز وجل في آية صريحة، أو بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صريح؟ والجواب على هذا أن في حكم لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة علم متى تكون ليلة القدر، علم بها صلى الله عليه وسلم، وأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو طالع وبيحكي لنا وبيقول لنا علي هذه الليلة، تنساها صلوات الله وسلامه عليه بسبب تشاحن رجلين في المسجد. يعني زوز تعاركوا وتشاحنوا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم التحيا معناها يعني تعاركوا وتشاجروا وتخاصموا. فهذا يعني نستفيد منه أنه من شؤم التشاحن والنزاع والخلاف، نفهم من الكلام هذا يعني كيف أن الله عز وجل يسبب في شؤم هذا الشيء. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا يعني من شؤم الاختلاف ومن شؤم النزاع ومن شؤم الخصومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تناسى متى تكون ليلة القدر، انساها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب يعني خصومة هذين الرجلين في المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا عليها ليلة القدر ونعرفوها آمتى، ولكن زي ما عرفنا أن حرمنا من يعني معرفتنا بهذه الليلة بسبب خصومة هذين الرجلين. كذلك من الحكم أيها الإخوة حكم أخرى، منها أن الله عز وجل أخفى علينا ليلة القدر باش أن احنا نجتهدوا في سائر أيام العشر.
لأن مثلا لما نعرف مثلا ليلة القدر أنت تكون، فيعني طبيعي أن الإنسان بيجتهد في تلك الليلة ويقدم أفضل ما عنده وبعدين بيرقد، هذه شيء واضح. ولكن لا، الله عز وجل لما أخفى علينا ليلة القدر يصير فيه نوع من الاجتهاد والتحري، بحيث أن احنا نجتهد في سائر الأيام العشر. وكذلك الله عز وجل أخفى علينا الموت أيها الأحباب. علاش أخفى علينا الموت الله عز وجل؟ أخفى علينا الموت لنفس الحكمة، لأن الإنسان لما يعرف متى وقت موته ويعرف أنت بموت وبيقابل الله عز وجل، أكيد في هذيك اللحظة هيكون يعني مقبل على الله عز وجل ومستعد أكثر. مثلا لما إنسان مثلا يقولوا له حتموت بعد 30 عام، أو بتموت بعد 20 عام، أو بتموت بعد 10 سنين، فشن بيصير؟ بيعصي الله عز وجل وبيقلب الدنيا فوق راسه وبيدير معاصي ما استطاع ويدير اللي يبيه، وبعدين اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك. ولكن الله عز وجل أخفى علينا الموت باش أن الإنسان يجتهد في كل أوقاته، لأنه ما يعرفش الساعة متى تأتي. لذلك احنا يعني الواحد منا تلقاه سبحان الله يجتهد في الدنيا ويعني يحاول كيف انه يعيش كأنه بيعيش مدى الحياة، يعني يكون عنده خطط ويكون عنده مشاريع ويكون عنده حاجات في دماغه، ويأتيه الموت ولا يأتيه مما في باله شيء. يجي له الموت والخطط والمشاريع اللي دارهم كلها في باله، يعني خطط لـ30 عام مقبل أو 40 عام مقبل أو 50 عام، هو يخطط وكيف بيعيش وشن بيدير، لكن يأتيه الموت بغتة وما دارش مما في باله شيء. يقول الله جل في علاه وتبارك في علياه: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تبدأ الأمور كلها قدامك وتشبه في كل شيء أمام عينيك. قم غير للخير حياتك واستنهض همم النوام، قم حرك أمة مليار فالأمة ترجوك همام، وانشر بين الناس الحسنى واعقد عزمك في قدام، غيرها دنياك هتتضح قدامك كل أعمالك اللي يكون دير فيها في الدنيا. فبصرك اليوم حديد، تنظر إلى كل ما قدمته في حياتك الدنيا. ويقول الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. كلا إذا بلغت التراقي، أي وصلت الروح إلى عظام الترقوة، وقيل من راق وظن أنه الفراق. وظن هنا بمعنى أيقن أنه الفراق، وصل لدرجة اليقين أنه خلاص سافر من الدنيا، هيسافر من الدنيا إلى الدار الآخرة. وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. ثم قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل يظن الإنسان أن هكذا يعيش سبهللة، يعني يعيش في الدنيا يأكل ويشرب ويتمتع كالأنعام أكرمكم الله، وبعدين يموت ما عادش يكون فيه جزاء، ما عادش يكون فيه عقاب، ما عادش يكون فيه حساب؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيها الأحباب، جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لما يقرأ سورة القيامة ويوقف عند قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول: بلى وهو على كل شيء قدير. فبلى وهو على كل شيء قدير. أخفى الله عز وجل عنا الموت كما أخفى عنا ليلة القدر، كما أخفى عنا ساعة الاستجابة يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة يستجاب فيها الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله إلا أعطاه الله
ما يسأل أو ما يريد من حوائج الدنيا والآخرة. متى هذه الساعة؟ اختلف أهل العلم كذلك فيها على أقوال عدة. علاش اخفاها الله عز وجل؟ باش نجتهدوا في جميع ساعات يوم الجمعة باش ندركوا هذه الساعة. كذلك أخفى الله عز وجل ليلة القدر، أخفاها باش نجتهدوا في جميع أيام العشر الأخيرة من رمضان، باش نجتهدوا في جميع العشر الأواخر ونقدموا أفضل ما عندنا. لما الإنسان يعرف الله عز وجل منه صدق النية، ويعرف منه الاجتهاد، ويعرف منه أنه فعلا صادق مع الله عز وجل ونيته أنه بيدرك ليلة القدر وخذ الأسباب لهذا، حيوفقه الله عز وجل لها. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإدراك ليلة القدر، وأن يعيننا فيها على قيامها، وأن يعيننا فيها لإدراكها، وأن يعيننا على كل ما يحبه ويرضاه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. قم غير للخير حياتك واستنهض همما النوام، قم حرك أمة مليار فالأمة ترجوك همام، وانشر بين الناس الحسنى واعقد عزمك في قدام، غير هذا. أيها الأحباب، قد عندنا بعض النقاط، النقاط هذه ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم علامات لليلة القدر. في أيامات هي أحرى لأنها تكون ليلة القدر، يعني مثلا يوم 27، زي ما يقول هلبة من الناس يعني أنها ليلة القدر يوم 27، وفيه كذلك من يقول أنها في الوتر الأخير من العشر الأواخر من رمضان، يعني 21، 23، 25، 27، 29 وهكذا. يعني في أقوال هي أدعى لأنها تكون ليلة القدر، وهذا طبعا بأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس من عندنا ولا من كيسنا. وكذلك فيه دعاء يقال في ليلة القدر، هذا كله حنعرفه بإذن الله في الحلقة الجاية، وحنعرفه كذلك ماذا بعد رمضان. هل من الناس يعني في رمضان يجتهدوا ويقدموا أفضل ما عندهم في رمضان، لكن بعد رمضان سبحان الله تختلف كل الموازين وترجع الأمور زي ما كانت من قبل، وأسوأ عند بعض الناس إلا من رحم الله. فأسأل الله تعالى أن يختم لنا رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وقراءة القرآن يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونلتقي بإذن الله في الحلقة المقبلة لنكمل ما بدأنا به. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدنيا سعداء فازوا في الأخرى بسلام، زرعوا أخلاقا وسقوها بالعمل فحصدوا الإنعام.